قليلين. طب ما تلعب عليهم، اما تلعب راس حربه وتحتيه واحد. طب استاذنك عشان معايا يعني قامه كبيره جدا في الكره التونسيه، احنا كمان كمصريين واهلاويه بنعتز جدا جدا بيه، معانا الكابتن طارق دياب الوزير الرياضي السابق والمحلل طبعا الشهير. مساء الخير يا ابو الكباتن، وتحياتي وتحيات كابتن ابراهيم وكابتن شريف وكابتن ماهر لحضرتك. اهلا بيك، اهلا بيك وبارك الله فيك على الاستضافه، سلمنا على الجماعه في التونس. خليني اقول لك يعني الكره التونسيه والكره المصريه واحد، ما فيش اي مشكله، بل بالعكس كمان يعني سواء كان على مستوى المسؤولين او المستوى اللعيبه او حتى الحته الجماهيريه، كأننا بنلعب في ارضنا وبلدنا، دي مش جديده علينا. لكن كيف يرى مباراه الاهلي والترجي في نهائي دوري الابطال بالنسبه لوجهه نظر فنيه خاصه بكابتن طارق دياب؟ والله اقول لك بصراحه مباراه صعبه على الفريق. النادي الاهلي عنده وثائقيه معنويه فاز علينا في تونس 3 مرات تقريبا، وهذا هام جدا. احنا بالنسبه لنا الاهلي مدرسه كرويه، فريق تعود على البطولات، فريق كبير، فريق عنده امكانيات كبيره جدا، ولهذا مباراه ليس بسهله. اعتقد ان الشيء ممكن اللي عندنا اسبقيه وعلى ارضنا هم جمهورنا المباراه الاخيره، لكن ما يعني شيء، يعني فاز علينا الدور النهائي 2012 في تونس. ولهذا مباراه صعبه، صعبه التكهن فيها. يعني فريق مميز صراحه، شاهدت وانا مباراه الذهاب ضد سيتيف، قدم مباراه كبيره، فازوا 2-0، عنده لاعبين مميزين، عنده لاعبين شبان. اعتقد ان المباراه ليست بسهله على الفريق الرياضي التونسي. طيب كابتن طارق، يعني مباراة 2012 حضرتك كنت وزير الرياضة فيها، وتشرفت، أنا كنت في الجهاز يوميها وكان حضرتك موجود على منصات التتويج، مظبوط. يعني هل في اختلاف ما بين 2012 و2018 بالنسبة للمواجهة الإفريقية ما بين الأهلي والترجي، ولا شايف أن الظروف واحد؟ اللقاء الأولى برضه اللقاء الأول كان في القاهرة على برج العرب، واللقاء الثاني كان على رادس، هل في اختلاف ولا شايف الأمور كأنها بتتعاد مرة ثانية كابتن طارق؟ طبيعي كل مباراة وظروفها. 2012 الاهلي كان عنده لاعبين خبره، عنده لاعبين بين الشباب والخبره، حتى اللاعب الكبير ابو تريكه على دكه الاحتياط، صحيح، واضح انه فريق عنده امكانيات كبيره. الاهلي دائما عنده لاعبين مميزين، الترجي انا ذاك كان فيه فريق كبير، فريق فاز بالشامبيونز ليج 2011، لكن اليوم مباراة مغايرة تماما، فرق الاثنين عندهم مدة على التتويج. هذا مباراة ليس بسهلة، كل فريق عنده لاعبين شباب، عنده لاعبين شبان. أول مرة في لاعبين عندنا أول مرة باش يلعبوا دور نهائي. صحيح. هذا مباراة صعبة، مباراة صعبة تتكهن فيها. رغم أن حسب رأيي هناك أسبقية طفيفة للنادي للأهلي، يعني كما قلت فريق عنده امكانيات كبيره، هناك تطور، هناك تحسن، لان الشيء ممتاز في الاهلي لما تتفرج فيه في دور المجموعات، تتفرج فيه في الدور النهائي مغاير تماما، فريق يتطور بسرعه كبيره. هذا سلاح كبير للنادي الاهلي. طيب من وجهه نظرك برضو الفنيه كابتن طارق دياب، كان طارق دياب نجم كره تونسيه بالتاكيد والمحلل الرياضي الشهير جدا، هل التغييره الفنيه اللي شملت او كانت موجوده في الجهاز الفني للترجي التونسي كان ليها افضليه بالنسبه للترجي، ولا ما غيرتش من الامر شيء فنيا للترجي؟ ما غيرتش، لانه الطاقم الفني تقريبا كان مساعد، هو معين شعبان كان مساعد لحسن مهم. الشعباني عنده 5 سنوات في الترجي، يعرف الترجي. لو تغير الطاقم الفني قل لك، لكن انا اقول شيخ خالد بن يحيى قام معين الشعباني، يعني تقريبا الفريق اللي عبيه ضد فريق انجولا تقريبا هو اللي عبيه الترجي في المباريات الاخيره، ولهذا هناك معناتها تكامل بين خالد بن يحيى ومعين الشعباني. اعتقد ان النهائي جاء بسرعه بين دور النصف النهائي والنهائي تقريبا 9 أيام أو 10 أيام. مظبوط. هو وعنده مباراه وحيده في الدوري، مش يلعب مباراه وحيده في الدوري. هذا انا اقول بصراحه هناك تكافل. طيب كابتن طارق، يعني بعد برؤيتك للنادي الاهلي، وانت معايا كابتن طارق؟ معاك. اتفضل.
بعد رؤيتك للمستوى الفني للاهلي من خلال مبارياته الاخيره ومستوى الفني لنادي الترجي التونسي في المستوى في الاواني الاخيره، يعني بالتاكيد انت كنجم للكره التونسيه يهمك ان الترجي يكسب اكيد، لكن انا بتكلم بواقعيه بالمنطقيه، من خلال الرؤيه الفنيه الافضليه تروح لمين، للاهلي ولا الترجي؟ طبيعي دائما دور نهائي، ولو حتى هناك فريق افضل من فريق، لكن دائما 50 50 لان في ظروف اخرى دور نهائي وغير تماما. على صعب انك تقول النادي الاهلي، صحيح ممكن النادي الاهلي متكامل اكثر من الترجي، الترجي عنده الدفاع ليس بالدفاع الطويل، لكن لما توصل الادوار النهائيه لازم تعطي كل فريق 50 50. إذا فريق مش يذكر هو فائز، أعتقد رأيي هو مش هينهزم، لهذا أعتقد أن المستوى متقارب جدا. النادي الأهلي يعني المدافع الأسمراني اللي وقع كولوبالي حسن مستوى الدفاعي للفريق، هناك تطور للفريق من ناحية الهجومية، فريق عنده إمكانيات كبيرة في الهجوم. دفاعنا لازم يكون دفاع قوي لما يلعب الأهلي على ارضه امام جمهور، لازم يكون حاضر وجاهز. الشيء الممتاز بالنسبه للترجي انه لما يلعب في مصر يقدم مستوى جيد. صحيح، مشكلته هو في تونس، احنا مشكلتنا معاكم هو في تونس. واحنا خارج قاره بتاعكم، خارج مصر واحنا الميزه عندنا واحنا بنلعب في تونس. واحد يعني واحد ولا ثانية في تونس، هذا اللي يخوف. شايف عندكم اسبقية كده 2-0 لما تفوزوا عليكم في مصر، ممكن وقتها تفوزوا بالبطولة. لا ان شاء الله يتكرر نفس السيناريو باذن الله. انتوا بتبقى جايين انتوا بتبقى طبعا اهلي طبعا طبعا اخوات، حتى الجماهير متفاهمة، ما عندهاش مشكلة، داخلين في لحظة كبيرة طبعا. صحيح، عندها جماهير كبيرة وعندها قاعدة جماهيرية كبيرة. صحيح طبعا، وفي الاخر هيبقى في واحد من في المونديال العالمي اللي هو كاس العالم للانديه عربي بالتاكيد، سواء كان مصري كمستوى مصري او تونسي يعني بالتاكيد. طيب خلال يعني اخر سؤال مع حضرتك، من خلال برضو الرؤيه، مين اللي تتوقع من خلال رؤيتك يعني يكون له بصمه، له ورقه رابحه بالنسبه لمدربه التونسي او لمدربه الفرنسي بالنسبه للنادي الاهلي، من خلال الاهلي او من خلال الترجي التونسي، مين من وجهه نظر حضرتك اللي ممكن يبقى له ورقه رابحه وتساعد على تفوق فرقته؟ نشوف بين الفريق بين الاهلي والترجي دائما النهائي او المباراه تلعب على مباراتين، ولو حتى المباراه الاولى ما تكونش الفايت، ولا مره كانت المباراه الاولى الفايت، دائما المباراه الثانيه هي اللي معناتها تعطي الاسبقيه. اعتقد ان خبره المدربين هامه جدا. يكون عندك مدرب عنده خبره الادوار النهائيه، ومدرب يعرف يدير المباريات هام جدا، وهذا دور المدرب في الادوار النهائيه. لكن انا دائما نعطي اكثر معناتها للاعبين، اللاعب هو له لغايه كل شيء. صحيح المدرب يرى التشكيله، يعطيك طريقه اللعب، لكن انا اقول يوم المباراه هو اللاعب، لان رهان صعب، رهان في بعض الفترات يثقل على كاهل اللاعبين. الفريق اللي عنده خبره اكثر، الفريق اللي يعرف يتمكن من اعصابه، الفريق اللي جاهز بدنيا وحاضر ذهنيا بطبيعه الحال هو في عمل فاز. كل فريق عنده امكانيات، الترجي عنده هجوم قوي، صحيح دفاعه ليس بالدفاع القوي لكن عنده هجوم قوي، عنده امكانيه يسجل. صحيح، انا اقول هل يوم المباراه حاضر الهجوم ام لا؟ صحيح، دور المدرب. صحيح، دور المدرب في الاسبوع هذا مش يوم المباراه، دور المدرب الاسبوع كيف سيحضر الفريق من الناحيه البدنيه والذهنيه. صحيح صحيح، لانه دور نهائي هذا مو سهل. بالتاكيد على تفاصيل صغيره في بعض الفترات، لكن انا اقول التحضير يبدا من بعد دور نصف النهائي. صحيح صحيح، ممكن كنت لاعب وتعرف. صحيح، طيب ابو الكباتن، يعني في لقطه قدامي دلوقتي، مش عارف اكيد حضرتك شايفنا او مش شايفنا بالتاكيد، لكن في لقطه وانت بتسلمنا كاس البطوله لحسام غالي، انت متذكر حسام غالي كان كابتن الفرقه، كان في بينك وبينه حديث كبير في اللقطه ديت، فان شاء الله المشهد يتكرر، لكن قول لي كنت بتقول له ايه؟ والله في المباراه هذيك حسام غالي عمل مباراه كبيره، كان يمكن افضل لاعب في الميدان. صحيح، اولا في القياده لاعب قائد، لاعب ممتاز في اخراج الكوره، في صنع اللعب، كان حاضر وجاهز بدنيا،
بصراحه كان انا اشكرته على المباراه اللي قدمها. هو الاهلي قد مباراه تاريخيه صحيح صحيح، كان يعني ممكن يفوز علينا 4-5 يعني 2-1، وبوتريكا ضرب الجزاء لعب مباراه كانت ممتازه بصراحه. والبدري اشكرت البدري لانه بين الذهاب والاياب كان فارق كبير. صحيح. الذهاب ما كانش مباراه كبيره، لكن في الاياب حضر الفريق وهيئ الفريق ولعب كانه في مصر، لعب بطريقه صحيح وضغط علينا كبيرة الفوز. صحيح. طيب تقنية الفيديو كآخر سؤال بالنسبة لحضرتك، تقنية الفيديو واستخدام الفار في أولى المواجهات الإفريقية اللي هتاج مع الأهلي والترجي، شايفها إزاي في تجربة أولى بالنسبة لأفريقيا يا كابتن طارق؟ هو أفريقيا المفروض أن تستعمل أسوأ تحكيم عنا بصراحة في الفار. لازم الفار يصحح الأمور، كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه. بالعكس انا صار في افريقيا لازم حاجه لازم، لكن ملاعب كان راح ما عندهاش امكانيات تكون عند الفرق الكل ما يعمل كل الفار ان شاء الله. الرئائي لازم الفار صحيح. كابتن طارق دياب يعني نجم الكره التونسيه ووزير الرياضه الاسبق في تونس، بشكر حضرتك جزيلا، كنت منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وبعيد مره ثانيه وثالثه ورابعه، يعني نتمنى طبعا